والله يعني شيء ضروري، يعني الكل وقع بيته وين بيروح؟ غير اكو واحد يرحمه ويعوضه حتى يطيق يدبر امره وصاحب عائله. المفروض هذا يعني حتى لو على شكل مراحل، على شكل دفعات، على شكل، وترجع هاي المنطقه منطقه اثريه، منطقه قديمه ما ممكن ازالتها، لازم ترجع من ال 150 اخصص بقى حسب الخطه مال المهمه. يعني ايش عندهم من مشاريع؟ يعني هنا 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 اهم شيء، هنا نصها ربعها ثلثها، هم اللي يخطط يعني يقدر يحدد المبلغ اللي تحتاجه المنطقه واللي يحتاجه هو بغير منطقه. اذا مغبونين انتم؟ نعم، الشمامة مغبونين، الشمامة مغبونين. هاي صار لنا اشقد، نحن ما حد قال لنا السلام عليكم. يعني ناس هسه انا اعرفهم اصحاب عوائل والله قاعدين بالصدقات. 150 مليار معوض هسه يعمر القديمه كلها. يعني هو كلها بيوتنا 100 متر و 75 متر، يعني نادر ما اشوف بيوت كبار هني. يعني هذا ما شاء الله بخير وبركه الفلوس، يعني يعمر ثلاث ارباع القديمه يتعمر به. زين شو تقول لهم انت؟ اقول ان شاء الله الله يهديهم ويجيهم على الطريق الصحيح ويجون بس يساعدون العالم والفقراء. ما عدل هذا المفروض، يعني هي منطقة منكوبة، هذا يعني كله يحتاج لأعمار، يعني بيوت محلاتنا كله جوا، يعني بس نريد تنظيف ينظفوها حتى نجي نشوف المكان دي نبني فوقها دي نقعد به أحسن ما مشردية قاعدين كلها إيجارات وبذاك الجانب وغلا. احنا 150 مليار خصصوها للمنطقة القديمة اللي كلها تضررت، عنده شهداء وبيوت راحت. ها خلي خلون الله بعينهم كل هاي الزول باكر عقبه راح يروحون وينسجل لهم التاريخ على السرقه مالتهم. والله لو خصصوا فرد 20 مليار تبني منطقه الميدان كلها. شو تقول للدوله؟ والله اقول للدوله انه خلوا لهم شويه ضمير، يخلوا لهم ضمير يلتفتون لهذا الشعب، يلتفتون لهذا الشعب، يخلوا لهم إدارة زينة، إدارة جيدة، ما يصير الشكل. قديمة هام أسا وبعد. هي مضرة أول الناس، عرفت شلون؟ مضرة أول الناس انضرت. ف يعني ما أعرف شو أقول، أقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس كل من ياكل منطقة العراق الموصل عفو أو أهالية ياكل حقهم. والله إحنا من الناس قاعدين نجار، أنا والحجي. والحجي قلت لك هم مريض بذاك المرض، يراد له علاج، يراد له فلوس. واحنا حالتنا ضعيفه وقاعد بطال، والعالم كله قاعده بطاله. انتوا جاي تسوقين بس؟ اي والله صمون وداخذ مسواق للحجي. اي والله شو نسوي؟ ايش قد تصرفين انت؟ والله يوميه 50 فوق ال 50 نصرف. اها اي عشان نسوي؟ عائله كبيره انتوا؟ لا والله انا والحجي بس هم نصرف. ليش هو مريض؟ بسرطان. لا اله الا الله. اي والله بس ما يعرف. ما قالت لي؟ لا ما نقول له. ليش؟ لان انهبط معنوياته تروح، من نقول له بيك ذاك المرض بعد هذا هو ينهار. زين هاي الفلوس اللي جايه للموصل غير الكم حصنتوا بها؟ اي بل شلون لعد؟ غير ان حصه بها، شلون ما ان حصه بها لعد؟ القديمه. القديمه اي شارع فاروق وهاي راس الكور، هاي كلها مدمره، ما عدنا. ناس تعبانه، ناس فقيره. شو تقولين الدوله؟ الدوله شو تقول الدوله؟ تعطينا حقنا. مثل ما هي تاخذ حق احنا من نريد حقنا، مو بس هي تاخذ، ايه العالم هم تريد حقها. هم تعويضات ما تعويضات ما عندنا، كل شيء ماكو. قدمتي معنا تعويضات؟ لا والله ما قدمت، اقدم وتروح. احنا عندنا رعايه مال الحج، الرعايه مال الحج قطعوها. والله على شنو؟ عندك بيت وعندك قصر، تعال شفنا والله حرام، لا عندنا بيت ولا عندنا قصر. ولا عدنا السيارة وقطعوا خطير راتب مال الحج الرعاية. والله يعني غير يجيبونا يعوضونا تعويضات البيوت، ايه يعمرون البيوت هالمحلات هاي، يعني اشون انا صاحب بسطة، اي غير احد هم يعوضنا شيء ينطونا من هاي 150 مليار انطونا منه شوية، اي غير يعوضونا ينطونا اشي، نحن نظل هيك يعني. والله حالتنا تعبانة، يعني قاعد بسطة جقايرة.